السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير أحبتي ومتابعين قناة القاطع للأسماء. نقدم لكم اليوم معنى اسم عبد الرؤوف وصفات حامل الاسم. مشاهدة ممتعة. رؤوف من أسماء الله الحسنى الخاضع لله، ذو الرأفة، واسم علم مذكر مركب بالإضافة. والرؤوف هو الله الرحيم العطوف على عباده، وقد يختصرونه فيقولون رؤوف من غير تعريف، وهم عندما يرسمون الهمزة على السطر يخطئون، لأن الهمزة المضمومة تكتب تحت الواو بحسب الإملاء الشامي. صفات حامل اسم عبد الرؤوف: ذكي عطوف ومحب لأصدقائه. إن فهم ومعرفة السمات الشخصية للآخرين يعنينا على التعامل معهم. صفات حامل الاسم يمكن ملاحظتها بما يتميز به كل شخص يحمل نفس الاسم. الصفات والسمات القاسم المشترك بينهما نتيجة تكرار سماعه لاسمه، والإيحاءات التي تستقر في الوجدان والأذهان وتظهر سلوك ويتميز به شخصية حامله. في نهاية الفيديو أسأل الله سبحانه وتعالى لكم السلامة، الله يصلح الحال ويهدي البلنا جميعا. كان معكم مقدم الحلقة حسام شاكر، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وانتظرونا في الفيديو القادم. تحياتي لكم.